يقدرش نومو اليوم باسكو مادو 100% على الحساب اللي عنده برك على الحساب وسيل الامكانيات ولا لي كونديسيون تاع تاع الخدمه مش سهل باش نلعبوا الماتش كيما اليوم بليسما مع تيكيب كبير ايكيب هي في ديناميك بوزيتيف دونك على بالنا الماتش يكون صعيب بورتون في الميتان الاول كنا مليح برك لو دوزيام بو في كوت بي اريتي كان معناتها هلكنا شويه مونتالمون على بالي ليكيب هي لي فراجيل دونك على بيزون دو طون لازم لها الوقت باش تولي باش تولي الثقه فيها حنا نخدموا دون زو سونس وان شاء الله ربي يكون معنا شباب شوف العمل الاول هي العمل البسيكولوجي لازم لي جون لي كونف باك شوف عاد الاول تاع اللاعبين لو دوت دونك لي جوغ راح لهم الثقه لازم حنا نخدموا لهم السونس لازم نرجعوا لهم الثقه تاعهم لا كونفيونس وما ليكيب بدات لا ميم ايكيب هي بدات الشامبيونا راه مقابله وكنا بالك الاولين دونك هي نفس ليكيب معناتها الامكانيات تاع ما راحوش كيما هكذا دونك كاين بزاف امور معناتها ما نقدرش ندخل فيها جوستومون سور لو بلان فينونسي يا دي بروبليم اكسترا سبورتيف اللاعبين هذوما لازم يتركزوا في الميدان وما يركزوش في حاجه اخرى صعيبه شويه مي بون حنا باش نخدموا والقدام ان شاء الله فيها خير والله على كل حال اولا قبل كل شيء نشكر اللاعبين اللي اليوم فريمون داروا مباراه في المستوى وسواء في الشوط الاول والشوط الثاني لانه سورتو النقطه هذه تسمى ركزنا عليها كثير لانه في المقابلات اللي فاتوا كنا في الشوط الثاني نوعا ما نتراجعوا وهذا اليوم اللي اون اسيستي سر هذا لو بوين هذا مي الحمد لله انا نقول باللي اليوم فريق اتحاد العاصمه سواء في الشوط الاول وين كنا قادرين نقتلوا المباراه كذلك الشوط الثاني نشكر اللاعبين مع التعليمات اللي مديناها لهم طبقوها كما ينبغي مام اليوم كان كاين تشكيله نوعا ما غيرناها نوعا ما لانه عندنا مباريات هامه ووقت قصير انا نقول اليوم اتحاد العاصمه فاز بالاداء والنتيجه ويعطيهم الصحه لانه هذا الميريت كاع يولي للاعبين اللي نشكرهم المجهودات اللي داروها. السلام عليكم وين تشوف المباراه تاع اليوم اللي كانت صعيبه كونتر ليكيب تاع مديه اللي نعرفوها هي ليكيب كورياس ومام ليطا كي تشوف ليطا تاع التيران اللي ما ساعدتناش باش نبراتيكي لو بون فوتبول تاعنا الحمد لله نظن درنا اللي علينا وسجلنا 3 اهداف جرينا الماتش كما كنا حابين حنايا الحمد لله هذه شغل ريزلتا اللي تخلينا نونشينيو لي ريزلتا بوزيتيف وتخلينا نخمو لي بروشان ماتش بكل اريحيه ان شاء الله باقي المشوار حنا لوبجيكتيف تاعنا حنا ماتش بار نيغوسيو ماتش بار ماتش وين تشوف الماتش تاع اليوم اللي كان صعيب حنا دوك لازم لنا الماتش تاع الروطار تاعنا تاع جياس كان نهار الخميس نحضروا له ان شاء الله بيان كوم يلفو باش ان شاء الله نزيدو نكونفيرميو لي ديرني ريزلتا بوزيتيف ان شاء الله هاو.